بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم الرئيس اللي عم بيقول أنا هلق هو بالسويد بأوروبا وعم بيقول بدي أصير رئيس. نحن من عائلة مستورة، نحن من عائلة ما بنحب المشاكل، نحن الله يساعد. بعدين أنا أم قاعدة بخيمي وعندي تنتين، الله يساعد مريضات، وما عندي لا زلمة ولا ولد ولا ما في قاعدة بخيمي. ربطت الخبز اليوم اشتريتها ب1000 ليره. قلت لها ما انا قاعد باوروبا بدك تصير رئيس، ما تلتفت على عرضك. بعدين حرام عليكم عم تقولوا امه كذا، امه زينه، في امه هيك وخواته هيك وخواتك. نحن مالنا هيك، نحن عائله مستوره. انا عندي 8 بنات متجوزات، وانا ترملت عندي 35 سنه. انا بتحدى بلدي، بتحدى ناسي، واللي بيعرفني ان نحن عملنا غلط الا بيرتفع فينا الراس. نحن متفرهين من هالرئيس المهبول، هذا التعب براسه، فكوا راسه بتركيا من زمان، والعجه ما هو طبيعي. هذا ما هو رئيس، هذا رئيس غنمات. بترجاكم لا بقى تجيبوا طير عرضه ولا لم تقبله رئيس. نحن متبنيين منه، انا امه الله يغضب عليه، الله لا يوفقه ان شاء الله جلطه وتريح العالم منه. نحن ما هو ابننا ولا بنعرفه، هذا كلب، هذا من اعداء الله، ولا هو ابننا ابدا. واولاده خواته كل شيء اسرتنا ما هو ابننا. ينقلع مهبول، بده امراض عقليه، بده يصير رئيس ما، وامه عم تحصل على الليره، قاضي بخامي على الليره عم تحصل، وعم يقبض بهالدولارات. عقله ما بقى يتحمل المجنون العرس. شكيته لالله، شكيته لالله يقرب عمره ويريح عمامه واهله وناسه منه. نحن اسف نكون هيك، عيب عيب. حاج مهزلي، حاج يقرب عمره ان شاء الله.